من القدس تنضم لنا الصحفية هبة مصالحة. هبة أهلا بك معنا. أبدأ معك من الاجتماع المرتقب يعقده نتنياهو، ما المتوقع منها؟ هل من معلومات بخصوصه؟ نعم، إذا سمحت لي أن أشير إلى إطلاق النار على جنديين في مستوطنات بحر الميت، والحديث عن مقتل مسلحين في هذا الاشتباك. هذه معلومات أولية، حتى الآن طيب لا يوجد تفاصيل لحظة. إضافية. هبة، إن أمكن إعادة هذه المعلومة؟ نعم، الحديث الأول، إصابة جنديين اثنين في عملية إطلاق نار في مستوطنات بحر الميت في منطقة غور الأردن. نتحدث عن هذه المنطقة القريبة من الأردن وأيضا القريبة من أريحة، والحديث عن مقتل مسلحين. حتى الآن هذه معلومات أولية، لا يوجد تفاصيل إضافية، ننتظر المزيد من المعلومات أكثر في بيانات رسمية إضافية. إذن في خبر عاجل نأخذه منك هبة، مقتل إسرائيليين في مستوطنات البحر الميت في غور الأردن القريبة من الأردن وأريحة بحسب ما تذكرين، وسنتابع معك أي تطور أو تفصيلات إضافية بهذا الخصوص. طيب، هل لديك أي معلومة قبل الانتقال إلى موضوع؟ دعيني أصحح، هو الحديث تفضلي. هو الحديث عن إصابة جنديين اثنين ومقتل المسلحين. طيب، كيف أصيبا هذين الجنديين؟ من خلال المسلحين الاثنين، إلى من هم يتبعون إن كانت هناك أي تفصيلات أولية؟ لا يوجد أي تفاصيل، ولكن الحديث عن عملية إطلاق النار بمناطق ومستوطنات بحر الميت. نعم. حتى الآن هي معلومات أولية عن إصابة جنديين اثنين ومقتل مسلحين. حتى الآن لا نعلم عدد المسلحين إذا كان اثنين أو أكثر أو حتى أقل، ولكن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة جنديين. نعم. اثنين ومقتل مسلحين في عملية إطلاق النار بالقرب من المستوطنات البحر الميت في منطقة غور الأردن. وهذه المنطقة كما تحدثنا هي قريبة من الأردن. نعم. وأيضا قريبة من أريحة أيضا والمستوطنات والبلدات والمدن في الضفة الغربية. هبة، سنتابع معك بما يخص سؤالك إضافية حول اجتماع فيما بعد خلال تغطيتنا المتواصلة، وفيما يخص الاجتماع المرتقب اليوم لنتنياهو، تفضلي. نعم، بما يخص اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من القادة الأمنيين وكبار القادة الأمنيين وعدد أيضا من الوزراء، هو كان اجتماعا مقررا منذ يوم أمس، ولكن في ظل التطورات بعد مقتل السنوار سيكون هذا الاجتماع في إطاره الحديث عن ملف المحتجزين والمضي قدما في محاولة إلى التوجه لصفقة لتبادل الأسرى. كان الاجتماع يهدف للحديث عن التطورات الميدانية في جنوب لبنان وأيضا في إطار الرد الإسرائيلي على إيران، ولكن بعد مقتل السنوار ملف تبادل الأسرى وملف المحتجزين أيضا هو في أولوية هذا الاجتماع، وخاصة بعد أيضا اجتماع الوفد المفاوض يوم أمس بعد مقتل السنوار في إطار أيضا المناقشة والضغط للتوصل لصفقة لتبادل الأسرى، بعد أن كان هذا الملف يعني منذ أكثر من أسابيع طويلة لم يتم التطرق إليه، ولكن الوفد المفاوض يوم أمس اجتمع في إطار المناقشة، ولكن لا حديث في إسرائيل عن تواصل الوفد المفاوض مع الوسطاء في هذا الإطار، ولكن هناك توجهات في إسرائيل لهذه الناحية، وخاصة أيضا بعد التصريح من قبل بنيامين نتنياهو الذي لأول مرة يبدي مرونة لناحية صفقة لتبادل أسرى. هو قال يوم أمس بأن مقتل يحيى السنوار هو البداية لإعادة كافة المحتجزين داخل قطاع غزة، وهي يعني نقطة
الأولى من قبل بنيامين نتنياهو بعد هذا التصعيد الذي كان قد يصرح في كل مرة بأنه يهدف إلى المزيد من الضغط العسكري حتى إنهاء حركة حماس داخل قطاع غزة. هناك توجهات ومطالب من الشارع الإسرائيلي، هناك ضغط أيضا من المعارضة الإسرائيلية، وهناك أيضا ضغط داخل الائتلاف الحكومي لناحية التوصل لصفقة لتبادل الأسرى، وحتى أيضا أعضاء من الحزب الحاكم حزب الليكود لمسألة ولناحية التوصل لصفقة. نعم، على الرغم من وجود أصوات متطرفة مثل بن غفير وسموتريتش اللذان يطالبان بالنصر المطلق والمزيد من العمليات العسكرية في قطاع غزة. والتساؤل في إسرائيل الآن هو هل الحكومة ستتوجه إلى صفقة لتبادل أسرى تلبي احتياجات إسرائيل الأمنية، أم أنها ستلبي تطلعات اليمين المتطرف في الحكومة في المزيد من التصعيد وحرب أوسع على جميع الجبهات. شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من القدس الصحفية هبة مصالحة.